السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هتكلم فيه عن مرطبات الشفايف ورأيي فيها. هكلمكم عن لونا وعن كولر مي وعن لابيلو. اول حاجة هكلمكم عن لونا. يمكن من زمان هو اشهر حاجة عندنا في مصر لونا. بستخدم لونا بيز لأي روج، للأسف في الشتاء بتتحول انها تبقى جامدة كده مش مرطبة. تاني حاجة النوع اللي حبيته هو سياو كولر مي، بجد حلو قوي وباين، يعني حتى شوفوا انا لما فتحته مخلصاه ازاي لحد اخر حتة فيه. ويعني لو هجيب اكيد هجيب منه. بالنسبة لابيلو انا شايفاها غالية جدا على الفاضي بصراحة، جبتها ويعني انا هو باين ان انا استخدمتها ما خلصتهاش، بس بعد فترة طويلة من استخدامها حسيت ان هي مش حلوة بالشكل اللي الناس كلها كانت بتشكر فيه. فلو انا هشتري او هجيب حاجة تانية يبقى اكيد رقم واحد هجيب كولر مي، دي مجموعة كولر مي، وبعدين لونا طول الصيف لونا طبعا، وبعدين لابيلو مش هجيبها خالص، يعني تقريبا عمري ما هجيبها. فمش كل حاجة غالية موجودة في السوق عايزين يعني شايفين انها كويسة وشايفين الناس بتشكر فيها يبقى هي حلوة، ممكن تكون فعلا مش حلوة وغالية على الفاضي. فدي تجربتي انا الشخصية، واكيد كل واحد دي تجربته الخاصة بيه هو. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم ويا رب يكون خفيف عليكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.